ما حدا في ديالة شيء، موسف جدا، راحت دماء أبرياء، وهناك من تم اعتقالهم من مرتكبي جريمة من قبل وزارة الداخلية وتوجيه من الأخ وزير الداخلية، وكل من يرد اسمه في التحقيق سيتم إلقاء القبض عليه. لكن أين دور القوات العسكرية اللي هي واجبها كمسؤولة عن الملف الأمني؟ هناك تساؤلات، وسيكون للجنة الأمن والدفاع استضافة للسيد قائد العمل. ما الذي تريد أن تقول سيد نايف؟ يعني هناك تقادم وتواضع، هناك تقصير، هناك تقصير. ولجنة الأمن والدفاع كان لدينا اجتماع بخصوص ما جرى في ديالة، وتم الاتفاق على استضافة قائد العمليات وقائد الشرطة ومدير الاستخبارات وكل المسؤولين على الملف الأمني في ديالة للوقوف على حيثيات، وكان هناك توجيه من رئاسة من السيد رئيس مجلس النواب للجنة الأمن والدفاع بضرورة التحقيق فيما جرى في ديالة. وستكون لدينا زيارات ميدانية كأعضاء في لجنة الأمن والدفاع وكلجنة اختصاصية لموقع الحادث وللاطلاع بتعمق عن ما جرى في ديالة، وما لابد أن تشخص المشاكل. من الطبيب يشخص المشكلة يستطيع أن ينطي العلاج. هل سيتم الحد من الخروقات وكل ما يجري من استهدافات للمواطن في محافظة ديالة؟ لأول مرة ولقناتك والبرنامجك 17 واحد اعتقلوا، من الاثنين من نفذوا جريمة القتل، و15 من المشتبه بهم لأول مرة حادثة. نعم، والتحقيق لا زال مستمر ومتابع من قبل وزارة الداخلية. وقلت لك في بداية كلامي كل من يرد اسمه سيتم إلقاء القبض عليه، لأنه الديالة بعد ما إذا يجرى التحقيق الآن مع 17 شخص بتعمق وتحقيق من قبل ضباط اختصاص في الجريمة. طيب، حتى يتم إحالتهم إلى القضاء العراقي لينالوا الدم عراقي، وسيطلع الرأي العام، وسنطلع نتائج هذه التحقيقات كلجنة الدفاع. سنطلع الرأي العام عن نتائج التحقيق.